بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية دي يا شباب في صفحة 115. الجزئية دي كلها كده اسمها المشتقات derivatives. تعالى كده بص العنوان بتاع الجزئية دي لو انت عايز تدور عليها، يعني الجزئية دي اسمها on derivatives اللي على المشتقات. طبعا لو الكتاب مش معاك هتلاقيها في رفعت الملف ده في الوصف، ياريت تدرسه كده مع نفسك. اول سؤال معانا، ركز بقى عشان دي مشتقات اللي الجزئية اللي بتواجه فيها صعوبة وانت بتحل. الحل فيها الترجمة، وتعالى نجرب كده ونحل مع بعض ونلعب شوية مع الجمل دي. أول واحدة بيقول لك thanks to Mr. عمر's A we have overcome our crisis. بفضل الـ A بتاعت مستر عمر، أكيد المساهمة، المساهمة اللي اسمها contribution اللي هي دي. contributed معناها ساهمة، contributor معناها مساهم، contributory دي adjective معناها مساهم. thanks to the not role بسبب بفضل الدور التساهمي او الدور المساهم الذي بدله دكتور عمر، يبقى انت كده عايز contributory اللي هي معناها ايه؟ تساهمي. we have overcome our crisis دي مفرد ولا جمع؟ لا دي جمع، crises. thanks to Mr. عمر who has not much الذي ساهم كثيرا. وانت عارف ان عندك have و has عايزه بعدها past participle، يبقى has contributed much يعني الذي ساهم كثيرا. number 4 when she was young عندما كانت شابة she hated anyone who not her هي كانت تكره اي شخص الذي ازعجها كروست. طب ليه ما ناخدش كروس او كروسز مثلا عشان تبقى ماشي معاها؟ لو كانت كروسز هنا موجودة كنا خدناها. لا ليه يا مستر؟ اصلك بتحكي لي على جملة على تجربة في الماضي. امتى؟ لما كانت شابة، وانت عارف ان لما when نقول بعدها he was سن او او عمر او صفة يعني ناخد الناحية التانية برضو ماضي، فعشان كده خدنا كروست. امال ايه كروس؟ كروس دي اللي هي علامة كروس، العلامة اللي زي كده. طب كروس دي لو انت استخدمتها كأدجكتيف معناها غاضب، طب لو انت استخدمتها كفيرب بمعنى يعبر ومعناها يعمل علامة كروس. طيب كروس دي معناها بغضب. شي when she was young لما كانت شابة صغيرة she hated anyone who was not with her كانت تغضب او كانت تكره اي شخص الذي يكون غاضبا. غاضبا يبقى كروس عشان دي غاضب بصفة أدجكتيف يعني. I put A on the map انا وضعت A على الخريطة، بضع علامة X على الخريطة، يبقى across اللي هي كنا بنقولها across اهي. I completely support the not of our of solar power in making electricity. الجملة دي فكرتها حلوة، بقولك انا دائما ادعم توظيف او استغلال الطاقة الشمسية في صناعة الكهرباء. توظيف واستغلال يبقى employment. employment دي معناها بتساوي كلمة أجوب وظيفة، بتساوي كلمة using استخدام او استهلاك، using و employment معناها التوظيف، بتساوي to employ someone in a place. رقم 8 I believe that we should not solar power انا اؤمن بانه لابد ان نوظف الطاقة الشمسية لصناعة الكهرباء. يوظف اللي هي employ يبقى رقم A. our company provides regular training courses شركتنا بتقدم دورات تدريبية منتظمة لموظفيها. موظفيها عمالها يبقى employees. امال ايه امبلوير؟ امبلوير ده صاحب الشركه نفسه او مكان التوظيف. انا تيتشر ان بابليك سكول كمدرس في مدرسه حكوميه. ذا جوفرمنت از ماي الحكومه بالنسبه لي هي الموظف، يبقى امبلوير اللي هي الموظف يعني اللي مشغلني من الاخر يعني. رقم 2 موست فري اي انكلود ادفيرتسمنت يعني معظم الايه المجانيه بتشيل اعلانات. اكيد الابلكيشن بتاعت الكمبيوتر او التليفون يبقى ابلكيشنز اللي اختصارها ابس اللي هي بي ان سي. وهنا عايزك ما تتوهش مني، انت عندك كلمه ابلكيشن اب لي كيشن دي بتساوي اب لو انت قصدك بها برنامج او تطبيق على الكمبيوتر تمام، لكن اب لي كيشن دي اللي معناها تطبيق ما بتسويش اب، بتسوي مثلا يوزنج او امبلمنتنج مثلا. فانت هنا في الجمله بتقولي تطبيقات يعني برامج على الكمبيوتر، يبقى ابلكيشن واب. the pay rise doesn't not to port time workers ارتفاع المرتبات او زياده المرتبات لا تنطبق على. apply دي معناها يطبق قانونا، يطبق استراتيجيه، ومعناها يسير على او يسري على. لو انت بتقول ان القانون ده لا يسري على مثلا المصريين يبقى doesn't apply. the pay rise is not a to part time workers بقول لك ان ذات المرتبات ليست منطبقه على او ليست قابله على. خد بالك انت قدامك حاجه من اتنين، ركز في دي كويس كده، انك بتقول doesn't فانت عايز بعدها فعل في المصدر فهنقول doesn't apply. طب لو انت قلت لي isn't يبقى انت عايز بعدها صفه، الصفه اللي اسمها applicable. ركز
ديت doesn't apply يعني لا تنطبق على. طب isn't applicable يعني لا تكون منطبقة على أو سارية على. خد بالك منطبق دي صفة أكيد يعني. طيب فأنت هنا في الجملة بقى بتقول لي is not يبقى applicable. ركز يا عم الحاج، أنت قلت لي هنا doesn't يبقى apply، طب isn't يبقى applicable. طب رقم أربعة، we have studied not math، إحنا درسنا الرياضيات التطبيقية اللي اسمها applied math و applied physics الفيزياء التطبيقية. I sent my not form، أنا بعت استمارة التقدم، طلب التقدم يبقى application، application form اللي هي استمارة التقدم للوظيفة. طيب اللي بعد كده بيقول لك you can't depend on information from this website as it lacks، انت ما ينفعش تعتمد على المعلومات اللي جالك من الموقع ده لانه بينقصه الاكيوريت، اكيوريت يعني دقيق، ركز دقيق، ان اكيوريت يعني غير دقيق، اكيوراسي الدقه، ان اكيوراسي اللي هي انعدام الدقه يعني عدم الدقه. طيب انت بتقولي مش هينفع نعتمد على المعلومات اللي جايه لنا من الموقع ده لان لان المعلومات دي بينقصها الدقه، خد بالك انت قلت ينقصها الدقه. طب ما ينفعش نعتمد على المعلومات اللي جايه من الموقع ده as it is لان المعلومات دي تكون غير دقيقه، يبقى inaccurate غير دقيقه. ما ينفعش تعتمد على المعلومات اللي جايه من الموقع ده it is characterized by لان هي مصنفه بعدم الدقه، يبقى inaccuracy اللي هي بانعدام المصداقيه، المعلومات دي مصنفه بانعدام المصداقيه. After the accident بعد الحادثه the damage in her car was not by او at 30,000 pounds، بقول لك بعد الحادثه الدمار اللي حصل في العربية ده قدر به، يقدر أو يقيم اسمها assess، طبعا بما إنه ماضي فأنت قلت لي was assessed مبني المجهول في الماضي. I had to I make أنا لازم آخد امتحان سريع يبقى quick assessment، assessment دي معناها تقييم اللي هو امتحان يعني امتحان سريع. حتى أنت بتسمع أقول لك أنا عندي assessment في امتحان النهاردة. طيب I if the referee had been A against us we would have won the game، لو الحكم كان ايه ناحيتنا we would have won كنا هنفوز بالمباراة، لو الحكم كان غير منحاز ضدنا unbiased against us، لو الحكم لم يكن منحازا ضدنا unless the referee had been، لو الحكم ما كانش ايه ضدنا، لو الحكم ما كانش متحيز ضدنا احنا كنا فوزنا. تاني كده، لو الحكم كان غير منحاز ضدنا هنفوز، او لو الحكم كان منحاز ضدنا احنا ما كناش هنفوز، او بالطريقة اللي هو كاتبها بيها بقى لو لم يكن الحكم، لو لم يكن الحكم منحازا ضدنا كنا هنفوز. طب الاولانية تاني، لو الحكم كان غير منحاز ضدنا يعني عادل هنفوز. It was the referees not against us that caused us to lose the game، لقد كان انحياز الحكم ضدنا، انحياز دي اسم يبقى بايس، ركز بقى يبقى بايس منحاز، انبايس يعني غير منحاز. طب بايس الاولانيه ديت معناها ينحاز ومعناها انحياز. As honest person is not expected to be، لانك او كرجل امين انت مش متوقع انك تكون غشاش، غشاش يبقى تشيت، امال تشيت بس لوحدها يعني يغش. An honest person is not expected to، الشخص الأمين ليس من المتوقع أن يغش، يبقى تو تشيت الأولى. طيب الستة، is a bad behavior، خد بالك سلوك سيء اللي هو مين بقى السلوك السيء؟ الغش ذات نفسه اللي هو اسمه cheating، الغش سلوك سيء يبقى cheating. طيب she is always talking، هي دائما تتحدث متفاخرة أو بتفاخر اللي اسمها boastfully اللي هي رقم دي، دائما بتتكلم بتفاخر عن عائلتها المهمة. She is always هي دائما تكون متفاخرة، يبقى انت عايز هنا adjective متفاخر يبقى boastful، خد بالك boast يتفاخر، boastful متفاخر، boastfulness اللي هو التواضع يعني، boastfully معناها بتفاخر. She never stops her not about her important family، هي لا تتوقف ابدا عن تفاخرها بعائلتها. boastfulness مش less دي، boastfulness اللي هو التفاخر او التباهي ذات نفسه، دي نس مش لس، هي لو لس طبعا يبقى ما عندوش تفاخر لكن نس ده اللي هو غرقان. طيب يبقى تاني كده، هي لا تتوقف ابدا عن تفاخرها تباهيها بعائلتها المهمة، يبقى هي دائما تتفاخر يبقى بوست. طب
لو انت عايز تقول متفاخر يبقى بوستفول، طب بتفاخر يبقى بوستفولي، طيب التباهي ذات نفسه يبقى بوستفولنس. 10 she always not about her important family، هي دائما تتفاخر، يتفاخر يبقى بوست، ياخد بوستس اللي اخرها اس عشان الفاعل شي. رقم 4، اول سؤال في الرابع بيقول لك in a this problem needs an urgent solution. ختاما يبقى in conclusion. على فكره in conclusion او to conclude، to conclude لسه بنحكي عليها الاول، to conclude بتساوي in conclusion، الاثنين معناهم ختاما او في الخاتمه او في الختام زي ما احنا بنقول في العربي كده يعني. طيب الجمله رقم 3 بيقول لك a writer can give there، طبعا هو قال لك a writer عشان كده قال لك there لانه مش عارف ولد ولا بنت. a writer can give their comment in the not paragraph، ممكن يدي رايه فين؟ اكيد في في البراجراف الختامي. بص conclude يعني يختتم verb، concludes برضه verb يختتم او معناها يستنبط. طيب concluding اللي معناها الختامي، وانت بتقول concluding paragraph paragraph ختاميا. طب امال ايه conclusive؟ conclusive معناها قاطع، conclusive ليه؟ معناها بشكل قاطع، بشكل جازم، بلا نقاش في ذلك يعني. the research has not shown that there was no such danger from the vaccine. البحث اثبت بشكل قاطع انه ليس هناك اي امراض او اي عواقب لهذا المرض، يبقى conclusively. رقم 5 he fell in deep sleep، هو نام وشبع نوم. as his food was، بينما طعامه كان drugged. يعني ايه drugged؟ معناها مخدر، يعني فيه مخدرات يعني. طبعا drug drug دي معناها المخدر، المخدر نفسه، ومعناها يخدر. فلو انت قلت لي was drugged يعني كان مخدرا، كان حد حط له فيه ماده مخدره يعني. drugist اللي هو الراجل اللي بيبيع الادويه والحاجات الجميله دي. طيب he fell in deep sleep as there was a، لانه كان هناك مخدر، يبقى there was a drug in his food. everything is mentioned in this not report، كل شيء مذكور في هذا التقرير ال ايه بقى؟ exhaust دي اكتب لك exhaust دي كفعل معناها يتعب او يرهق، وبنستخدمها كاسم بمعنى عادم السياره وهكذا. exhausted معناها متعب او تعبان، exhausting معناها متعب مسبب للتعب. يعني كده exhausting متعب، لكن exhausted متعب. exhaustive بقى دي معناها شامل، زي كلمه comprehensive. comprehensive attack يعني هجوما شاملا، exhaustive attack برضو هجوما شاملا. فكل شيء مذكور في هذا التقرير الشامل يبقى exhaustive، التقرير الشامل. from cars اللي بتيجي من السيارات يبقى اكيد العادم اللي هو اسمه exhaust اللي رقم ايه. 9 the hard work is not، الشغل العمل الجاد بيكون متعب. متعب يبقى exhausting. I am completely، انا اكون متعب، متعب تعبان يبقى exhausted، يبقى الشغل متعب انا تعبان. طيب 5 these not games، هذه الالعاب المبهرة يبقى immersive. طب ما تيجي نترجم كل الكلمات، immersive معناها مبهر، immersed معناها مستغرق او منغمر في، immerse يعني يغمر او يعجب. بالمناسبة immersive زي بتدي معنى impressive بمعنى مبهر يعني. I had to knot my hand in cold water، انا كان لازم اغمر يدي، had to immerse ان اغمر يدي في الماء البارد. most secondary three students are not in their studies، they have no free time، ما عندهمش وقت فراغ. ليه عم؟ اصل هم منغمرين، منغمسين في الدراسه، يبقى immersed لرقم سي. the knot of your pernet had hand in ice cold water may relieve the pain، يعني ربما يخف الالم. اللي هو اللي هو اغمار اليد في الماء، يغمر immerse. طب immersion بقى دي معناها اغمار، تغطيه اليد بالماء، اغمار او غمر يعني. يبقى انت بتقولي the immersion of بتساوي immersing. على فكره ممكن تقولي بدل ما تحط ده كله كده تروح شايله وحاطط لمكانه immersing your hand. طيب رقم 5 I first joined this company as to gain experience، انا اول مره دخلت الشركه دي كمتدرب، كصبي تحت تدريب، يبقى اسمه intern. intern معناها يتدرب، ومعناها متدرب، ومعناها كمان مستجد، ومعناها يعتقل. internship ده التدريب نفسه. رقم 6 بقول لك I first worked for this company as a kind of not to gain experience، اول مره اشتغلت
في الشركة دي كان كنوع من التدريب اللي هو اسمه internship. Some people feel sorry for not animals. بعض الناس يشعرون بالحزن على حيوانات إيه بقى؟ لو انت قلت لي experimental animals معناها حيوانات التجارب او حيوانات التجريبية اللي بتستخدم في اجراء التجارب، و experiment animals اللي هو حيوانات التجارب، يبقى experiment animal حيوان التجارب. فال experimental animals الحيوانات التجريبية، العينات اللي بياخدوها من الحيوان للتجريب، يبقى كده ايه عندي بين اتنين صح. on animals هو ايه اللي على الحيوانات؟ المرفوض اكيد التجريب، experiment يعني يجرب، experiments التجارب. طب ما هي دي ممكن نقول تجارب على الحيوانات مرفوضة، ايوه بس هنا is، وعايز هنا experiments on animals are مفروض، يبقى experimentation اللي هو معناه التجريب. على فكرة ممكن نقول experimental studies الدراسات التجريبية on animals على الحيوانات. scientists always carry out not on animals العلماء دايما بيجرون تجاربا على، يجري تجربة على، يبقى يجري تجربة على اسمها carry out experiments. اللي بعدها بعد اللي كنت عايز اقولها هنا scientists العلماء دائما يجري تجربة على، يبقى experiment يعني يا من حق عايز تفهم ان experiment on بتساوي carry out an experiment on. جت منين دي؟ experiment on يعني يجرب على، يعني يجري تجربة على او ينفذ تجربة على، نفس المعاني. الجملة الصفحة اللي بعد كده تقريبا دي اخر حاجة فيهم في الجزئية دي، احنا ماسكينهم جزئية بجزئية كده. انا مش ماشي بترتيب الكتاب يا جماعة، واعذروني في كده اني بحاول اجيب المهم اللي انت لازم تحله قبل ما تزنق قوي يعني. his lies have not us كذبه ضللنا، طبعا mislead يعني يضلل، mislead الماضي منها، misleading يعني مضلل، misleadingly معناها بشكل مضلل. انت بتقول هاف وهاس فانت عايز تصريف الثالث، يبقى مسلد مضارع ماضي. his lies have been كذبه كان مضللا، مضللا يبقى انت عايز misleading، كذبه كان مضللا. if you want to achieve your goals لو انت عايز تحقق اهدافك، don't يعني لا، تعال نترجم بقى. اول واحده procrastinate ده verb بمعنى يؤجل او يتوانى، يؤجل. procrastination يعني تأجيل، produce يعني ينتج، production انتاج. فلو انت عايز تحقق اهدافك don't procrastinate يعني لا تؤجل، لا تتوانى. اربعة if you want to achieve your goals لو انت عايز تحقق اهدافك تجنب التأجيل نفسه، يبقى procrastination. I spent some time on what to do next انا قضيت وقتا ايه فيما يجب ان افعل بعد ذلك. تعال نترجم الكلمات. scold دي اللي معناها ينهر او يسب او يشتم، ينهر او معناها ممكن يزدري. طيب scolding اللي هو اسم منها. reflect معناها يعكس، ومعناها think of معناها يفكر فيه يعني. reflection هو انعكاس، نفس العيلة يعني. فانت بتقول لي انا قضيت وقتا في التفكير، وانت عارف ان spent اصلا عايزة بعدها ing، فكان تفكيرك المفروض عايز ing. يبقى spent some time reflecting on. طيب I was it was a big mistake to not my do. طبعا انت عايزة مصدر، فحضرتك هتستبعد ing و ing والاسم، يبقى اكيد to scold. It was a big mistake to scold my son in front of the little brother. كان خطأ مني ان انا نهرت الولد امام اصدقائه. سبعة I should have avoided كان ينبغي ان اتجنب my ايه، اتجنب avoid بعد ing، يبقى scolding my son كان يجب ان اتجنب شتم ابني امام اخوه. he is not enough to make the right decision هو بيكون ايه بالقدر الكافي انه يعمل قرار، يبقى he is wise enough. wise enough معناها حكيم بالقدر الكافي، لكن هنا he is enough عايز اسم بعدها اللي هي wisdom. الفكرة جت منين؟ منين يا جدعان؟ ان he is صفة وبعدين enough، لكن احنا هنا جبنا enough وبعدها اسم. فركز معايا كده تاني. easy enough، bad enough، tall enough، short enough، لكن هنا انت بتقول enough money، enough wisdom، enough love، وهكذا. يبقى خدنا wisdom عشان كده. طب I had a lot of options. options يعني choices، خيارات. to choose from انا لدي ايه بقى؟ تعال نشوف كده المعاني. various معناها متنوع او متعدد، variety معناها تشكيلة
من مجموعة من يعني. طب وايز يعني حكيم، وزدم الحكمة. انت بتقول انا لدي ايه من الخيارات، مع لدي مجموعة من الخيارات، تشكيلة من الخيارات، يبقى فرايتي. خلصنا كده الجزئية دي. الجزئية دي موجودة لحد صفحة 118 وهي اسمها المشتقات. كل جزئية هعملها في فيديو واحد كده في الفترة الجاية، لانهم كل الباقيين صغيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.